السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الأعزاء. في الفيديو ده هوريكم ازاي تلعب مع صديقك في بيس 2023. أول هم هنفتح اللعبة وبعدين هنضغط على كلمة ماتش، هتفتح معانا الصفحة ديت، وبعدين هنضغط على كلمة فريند ماتش، هنختار فريند ماتش، بعدين هيفتح معانا الصفحة دي. هنا بيقول لك لو انت عايز تنشئ غرفة روم على الشمال، او على اليمين هنا بيقول لك لو انت عايز تعمل سيرش ان انت تبحث عن غرفة، فانا عايز انشئ غرفة، هضغط على انشاء غرفة. هنا بيقول لك لو انت عايز تعمل للغرفة ديت باسورد، بس انا مش عايز اعمل باسورد، بس طبعا لازم ان يكون صديقك عارفه، فانا هتخطى ان انا مش عايز اعمل باسورد للغرفة. هنا هتفتح معانا كل الخيارات ديت. اول حاجة على الشمال خالص فوق هنا بيقول لك لو انت عايز تعمل الخطة، يعني اول حاجة على الشمال فوق لو انت عايز تعمل الخطة. تاني خيار لو انت عايز تعمل اعداد الباسورد، لو انت عايز ترجع تاني ان انت تعمل اعداد للباسورد وتعمل باسورد. تالت حاجة تحت خالص لو انت عايز تعمل اعدادات الماتش زي توقيت الماتش او ضربات الجزاء والوقت الاضافي، كل اعدادات الماتش. دلوقتي قدامنا كلمة ماتش روم تحتها 8 ارقام، التمن ارقام دول ممكن تاخدهم كوبي او تبعتهم لصديقك ان هو لازم يضيفهم علشان يخش غرفة الروم، يعني ده الرقم بتاع غرفة الروم اللي انت انشأته. فانا دلوقتي هوريكوا ازاي تخش غرفة الروم او صديقك يخش غرفة الروم بالخطوات كلها. دلوقتي ده التليفون التاني اهوت اللي انا عايز اخش بيه الغرفة، هضغط على كلمة ماتش، وبعدين هختار فريند ماتش، بعد كده هختار سيرش اللي هو انا ادور او ابحث عن غرفة الروم. هنا بيقول لي اكتب الكود بتاع غرفة الروم، فهكتب الكود بتاع غرفة الروم بتاعتي اللي هو 0165-2895، فانا هكتبه قدامكم وهعمل بحث. وهضغط بحث. زي ما انتم شايفين اول ما اضغط بحث هتطلع معايا الغرفة هي نفس الصورة نفس الاسم، هضغط انتر وكده هيدخلني الغرفة علشان لو عايز ابدأ الماتش. هنا بيقول لي ستارت ماتش، فانا هضغط على التليفون هنا وهنا ستارت ماتش، هتلاقي الماتش معايا بدأ مفيش اي مشاكل.